نعم صلاح، في الحقيقة اللقاء سيتم بعد ظهر هذا اليوم، وهذه الزيارة تأتي ضمن المساعي الفرنسية الأوروبية سياسيا وأيضا اقتصاديا وإنسانيا فيما يخص الملف الأوكراني واستمرار دعم أوكرانيا. هذا الملف حاضر بقوة في هذا اللقاء، وخاصة تداعيات الحرب في أوكرانيا على ملف الأمن الغذائي. سلوفينيا هي من دول البلقان وسط أوروبا، وكان لها تحذيرات سابقة ومخاوف على لسان رئيس سلوفينيا، الذي قال بأن امتداد مدى هذه الحرب وطول الحرب في أوكرانيا قد يمتد بمزيد من التوتر إلى غرب وجنوب دول البلقان، وهو ما تخشاه تلك الدول المتضررة بشكل مباشر مما يحدث هناك. وبالتالي هذه الملفات سيتم تدارسها مع الرئيس الفرنسي. هناك أيضا قضية المشروع الأوروبي السياسي المشترك الذي كان قد طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيده المستشار الألماني أولاف شولتز، عن قضية وجود شراكة سياسية جديدة، مجتمع أوروبي يتم فيه مناقشة كل ما يخص أوروبا حتى لدول خارج المنظومة الأوروبية كبريطانيا وغيرها، حتى يكون هناك فرصة أيضا للحديث عن أمن المنطقة مستقبلا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هناك أيضا ملفات كما ذكرت، الأمن الغذائي والتداعيات المباشرة اقتصاديا، خاصة فيما يخص أسعار الطاقة وأسعار الغاز وتداعياتها على دول البلقان. تدارس أيضا قضية إمكانية مساعدة اللاجئين الأوكرانيين ومدى إمكانية استقبال إذن هي ملفات عديدة، الصراع لا يزال مستمرا. ملفات عديدة ستناقش بالفعل اليوم بالفعل صلاح، يعني ماريا ملفات مصارع. عديدة أمنية وسياسية. نعم شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس. شكرا بالطبع.